ترستي اتفضل. عندك جمهور يا عباني. حلم بالنسبه لي الفوز بالمركز الاول، طبعا هيساعدني ان احنا ده بقى على السي في بتاعنا، ان احنا الناس دي اعترفت بينا والحكام دي كلها اعترفت بقدرتنا ان احنا نبقى منتج يستاهل ان هو ياخد الفرصة في اكبر مسابقة للشركات الناشئة في مصر. عباني، انت عامل منصة تعليمية بتدرس مناهج المدارس للتلاميذ بالكرتون والاغاني. من اكتر نقاط قوتك انك بتقدم خدمة تقدر تغير مجتمعات كاملة. جودة المحتوى الحقيقة بتاعتك عالية جدا وافضل من منافسيك كتير. عندك خبرة كبيرة في مجال التعليم، لكن من نقاط تخوف اللجنة بقى، مش اللجنة ما كانتش مقتنعة قوي انك هتقدر تلغي الدروس الخصوصية، ولا السناتر اللي محدش قادر يقف قصادهم لحد دلوقتي. تغيير المناهج المستمر هيعمل عليك عبء انتاج محتوى جديد وتكاليف طويلة طول الوقت. التوسع خارج مصر يتطلب انتاج محتوى جديد بتكاليف اضافية، ومصر فيها 29 مليون طالب، وانت واخد لحد دلوقتي حصة صغيرة جدا من السوق. قدامك 60 ثانية. طيب، اولا نرد على الجزء بتاع التوسع في البلاد. احنا بالنسبة لنا اوريدي احنا بنينا المصنع اللي بيساعدنا ان احنا نبني المحتوى ده. المحتوى ده احنا بنقدر نعمله ريسايكلينج، فانا لما بعمل موشن جرافيكس مثلا للاتومز او الفلزات او الكلام ده، انا لما باجي اعمله جوه اي بلد تانية انا بقدر ان انا استخدم نفس الموشن جرافيكس ده في البلد التانية. لما بعمل سولار سيستم او لما بعمل اي حاجه في الفضاء انا بقدر اعيد استخدامها، فسهل ان انا اقدر اخش لبلد تانية. الجزء التاني بالنسبه لعدد الطلبه، احنا من انجح الناس في الاندستري بتاعنا، ويمكن هو جديد اللي قدرنا ان احنا نوصل لاكبر عدد من الطلبه اللي بتشترك وبتدفع فعلا، وكمان وصلنا لتكلفه قليله جدا، ان انا الطالب علشان اجيبه ويدفع بيكلفني 140 جنيه. فده بالنسبه لنا الجزء. معلش لو تقولي لي خلاص. طيب. وقتك خلص يا عباني. مدرستي